على العرب أن يصحوا، عليهم أن يصحوا، كافي يقبلون إهانات من أمريكا ومن الصهيونية. العمل اللي يصير ضد شعبنا في فلسطين هو علينا كلنا، على كل واحد من عندنا، على كل عربي، ضد كل عربي، وإهانة لكل عربي يقبل بيها. قول إسرائيل ترى إذا أنتوا ما تصيروا نوادم خلال 24 ساعة وتجرون سلاحكم تبعدوا عن الفلسطينيين، ترى أنا ما أقدر أقف بوجه إرادة الشعب. خلين طول العراق وصلت قاع جريبة من إسرائيل، والله ما تتحمل أساليها. بمنظورنا احنا كعراقيين، والله إسرائيل ما تتحمل أساليها. يقولون إسرائيل يعني أمريكا، إيه ولتكن، لتكن إسرائيل فوق أمريكا، وشنو اللي يصير؟ وبعدين هو ليش هو القدس ما يسوى إنه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من أسره؟ ما يسوى مصر الرسول؟ ما يسوى؟ شو وقت تهتز الشوارب لو بس أدري؟ شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون؟ ما قرينا بالتاريخ إنه العربي يتحمل مثل هذه المعاني. لا عرب الجاهلية ولا الخلفاء الراشدين ولا الذين جاءوا بعدهم. لإسرائيل نقول نحن هنا، واللي سجل هذا واللي سجل التاريخ عليه، لأن القدس بعون الله لن تكون عاصمة أبدية لإسرائيل. يكتشفوا في يوم ما صحة هذا الاستنتاج كما اكتشفوا صحة الاستنتاج بعد